اذا دابا غادي نمشيو للتمرين ديال لي نومبر كومبلكس. بالنسبه لهذا التمرين هذا في الشوفه الاولى كيبان صعيب، ولكن الا بديتي كتخدم فيه او الا شفتو تصحيح غادي يبان لكم انه سهل جدا. يعني كاع داكشي اللي تعطى لينا في هذا التمرين هذا ديجا درناه سابقا في الحصص المباشره على الانستغرام بطبيعه الحال، يعني كاع الخاصيات وكاع الاسئله بحالهم كنا خدمناهم. يلا ركزوا معايا. في المعطيات قال لك اللي تكون ا صغيره هي لا فيكس ديال النقطه ا، بي صغيره هي لا فيكس ديال النقطه بي، صافي راه حطيتهم قدامكم. السؤال الاول غادي نبينوا ان الموديول ديال ا كيساوي جذر 6، وبالنسبه للارغيمون ديال ا كتعطينا ناقص بي على 4. يعني هنا بحال اللي قال لك حدد لي لا فورم تريغونوميتريك ديال ا، ممكن انت تحدد لا فورم تريغونوميتريك عادي عادي وتقول لي دونك كذا كذا. يلا غادي نجاوب عفاك. اول حاجه غادي نحسب الموديول. لدينا الموديول ديال ا، ركز معايا في واحد القضيه عفاك. بالنسبه لا، بالنسبه لا كاين اللي غادي تلفوا هذه الكتابه، انا شنو غادي ندير باش ما تلفكش؟ شنو غادي دير؟ هذيك ا كتبها بهذا الشكل، نشر مالك، علاش غتخلع؟ نشر. ما بغيتيش تنشر ماشي مشكل، غادي تحسب الموديول ديال هذه والموديول ديال هذه ودير الضرب بيناتهم. المعيار ديال جذر 3 شحال كتساوي؟ هي نيت، اي عدد حقيقي المعيار ديالو هو نفسه، والمعيار ديال هذه غادي تحسبها ودير الضرب وخص تعطيك جذر 6، اولا ديرها الطريقه اللي عطيتك صافي. بقاو نتوما تخدموا بهذه الطريقه هذه. انشر، يلا زيد نحسب، نستعمل القاعده ديال الدرس، ا اوس 2 زعما لابارتي غيال اوس 2 بلس لابارتي ايماجينير اوس 2 عندك، ناقص كتكون بين قوسين. اذا شحال كيساوي هذا القشر هذا؟ غادي تعطينا 3 زائد 3 اللي هي جذر 6. هاني بعدا جاوبنا على لابارتي الاولى، دابا بقى لي داك لارغيمون. باش نلقى لارغيمون غادي نضرب ونقسم في الموديل بحال غنلقى الشكل المثلثي. الوغ داك ا غادي نضرب ونقسم، صافي مزيان الاخوان، غادي نضرب ونقسم على الموديل. يا اما غادي تخليها بحال هكا نيت، الموديل هو جذر 6 كما قلنا، يا اما غادي تخليها بحال هكا وتقسم على جذر 6، اولا دير اي طريقه عجبتك، اي طريقه عجبتك صافي. اولا نخدموا بهكا، نقسموا هاد لابارتي على جذر 6 ونقسموا هاد لابارتي على جذر 6، راه بحال بحال الاخوان. حتى انت من هنا ممكن تقسم هذه على جذر 6 وتقسم هذه على جذر 6 وتختزل المقام، يكون عندك جذر 6 تختزل جذر 3 مع جذر 3، اولا كما قلت نديرو هذا الشكل، لابارتي غيال على الموديل، لابارتي ماجينير على الموديل، ودير الاختزالات ديالك ولقى ليا الزاويه. جذر 3 على جذر 6 شحال؟ هي 1 على جذر 2، ديرها في الاله الحاسبه. تاني واحد على جذر 2 وديك واحد على جذر 2 اشنا هي في الحقيقة؟ هي جذر 2 على 2. شنا هي الزاوية القص ديالها كتساوي جذر 2 على 2؟ هي قص ديال بي على 4. كيفاش عرفت؟ كندير واحد الطريقه ديال الفقراء الرياضيه، جوج في جوج هي 4. اوكي، الا عندك الجذر كدير الضرب بين هاد الاعداد. ما بغيتيش سير استعمل الاله الحاسبه بلا ما تعقل على داك الجدول. اوكي، غدير كوس موان زان زعما الداله العكسيه ديال كوس، وكتب هاد الجذر 2 على 2 غدير تساوي، غادي تعطيك بي على 4 ديريكت ناقص اي. نفس الشيء بالنسبه للسينوس، ما كنقلبوش عليها كيكون بحال بحال، ولكن هاد ناقص ملي كيكون حدا السينوس شنو كنديروا ليه؟ كندخلوه الوسط ديال الزوايا. في الاخير تقول لي الوغ او لا دونك او لا دو، الموديل ديال ا لقينا فيه جذر 6 و لارغيمون ديال ا توافق ناقص بي على 4 كما كتشوفوا قدامكم بترديد دو بي. اذا هذه هي الطريقه باش كنجاوبوا على السؤال الاول. دابا غادي نمسح ونعاودوا نتلاقاو. دابا غادي نمشيو لا كيستيون 2. اشنو عطاونا في هاد لا كيستيون هادي؟ عطاونا شقين، غادي نبينوا ان بي على ا كتساوي هاد التعبير،
ومن بعد غادي نبين ننبه على كتساوي هذه الكتابه اللي كتسمى لا فورم اكسبونونسييل صافي، هذا كتسمى الموديل وهذيك لارغيمون ديال بي على ا. اذا غادي نبينوا بعدا الشق الاول ديال السؤال، شحال تما بي على ا؟ كل شيء عندك في المعطيات، سير عوض. شنو كتسنى؟ جوج زائد جذر 3 زائد اي، يعني على هذا القشر الاخر اللي هو جذر 3 عامل لواحد ناقص اي. هنا شنو غادي ندير؟ شنو هو الهدف ديالي بعدا؟ خصني نكتبها على الشكل الجبري، لا فورم الجبريك. هاد الكتابه كتسمى لا فورم الجبريك، بمعنى غادي تكتبها على شكل عدد زائد اي في عدد، او العدد في اي، بحال بحال. اذا باش نكتبوها على الشكل الجبري خصني نضرب في المرافق ديال المقام، وهنا فين تلفوا بعض التلاميذ. علاش؟ حيت كاينه هنا جذر 3 تلفتهم. اذا انت باش ما تلفش شنو غادي دير؟ غادي تنشر، غتكون عندك جذر 3 ناقص اي جذر 3، وها هي بحال عندك ا ناقص بي، ضرب في ا زائد بي وقسم على ا زائد بي بحال بحال. اولا ممكن تضرب في المرافق ديال هذا القوس بوحدو، حيت جذر 3 عدد ما عندي ما ندير به. شنو هو الهدف ديالنا بعدا؟ علاش اصلا كنضربو في المرافق؟ علاش؟ علاش اصلا كنضربو في المرافق في المقام؟ باش يتحيد ليا اي، حيت الا ضربت في المرافق هاد اي غادي ترفع باس اثنان وغادي يمشي في حالته، يعني المقام ما غاديش يبقى فيه مازال اي. اذا انا عوض لا ننشر، بلا ما ننشر نضرب ديريكت في المرافق. المرافق ديال واحد ناقص اي هو واحد زائد اي، وحتى الفوق غادي حيت هذا القوس اللي فيه اي، اما جذر 3 ما فيهاش اي، اذا ما عندي ما ندير بها خليتها. اذا غادي نضرب حتى الفوق في نفس المرافق. يلا سير سير قد لي الحساب. كيفاش الفوق اولا المقام بعدا غادي تعطيك واحد اس اثنان ناقص اي اس اثنان متطابقة. هما الفوق غادي ننشرو، جوج في واحد هي جوج، جذر ثلاثة في واحد اي في واحد ها هي. شنو غادي ننشرو مازال؟ دابا نشرت واحد في هادو، غادي نشر اي في هادو، يعني غادي تعطيك زائد جوج اي زائد جذر ثلاثة اي زائد اي اس اثنان حيت اي في اي. صافي واضح؟ نشر داكشي ديال التحضيري. زيد حسب اي اس اثنان هي ناقص واحد مع ناقص هي زائد واحد مع واحد هي جوج، في الجذر هي جوج جذر ثلاثة. الفوق سيدي غادي تبقى عندك جوج زائد جذر ثلاثة زائد اي زائد جوج اي زائد جذر ثلاثة اي ناقص واحد. يلا حسب لي عاوتاني هادوك اللي ما حداهمش اي عزلهم، واللي حداهم اي عزلهم، لابارتي غيال ولابارتي ماجينيغ. جوج ناقص واحد شحال؟ هي واحد. جذر ثلاثة اه واضح. هادو اللي فيهم اي غادي نحسبهم، مثلا اي زائد جوج اي شحال؟ هي ثلاثة اي زائد جذر ثلاثة اي. كل حاجة غادي نعطيها المقام ديالها، هادي غادي نعطيها المقام، وهادو يكفيهم اي، غادي نعمل باي هو الاول ونعطيهم المقام، 3 زائد جذر 3 على هذا المقام اللي هو 2 جذر 3. ملي وصلت هذه المرحله شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ الورقه ديال التحرير ونشوف شنو عطاوك. انا كيبان لي هذا المقام فيه 6، ولكن هنا ما فيهش 6، فيه 2 جذر 3. شحال فاش غادي نضرب هذا المقام باش يولي لي المقام كيساوي لي 6؟ غادي نضرب في جذر 3. علاش؟ حيت جذر 3 اس 2 كتساوي 3 في 2 هي 6. إذا غادي نضرب ونقسم. هايا هنا غادي نضرب في جذر 3 وهنا غادي نضرب في جذر 3، هادي غادي تقد. ولكن هنا كيبان ليا في المقام فيها غير جوج، فيها غير جوج، إذا هاد جذر 3 خصها تغبر. شنو غادي ندير باش تغبر؟ غادي نعمل الفوق بجذر 3، 3 على جذر 3 زائد 1، نشر غادي ترجع لهذيك الاولى انت، وهنا غادي نلقاها، ولكن من بعد ما نمسح السبوره بطبيعه الحال. دابا غادي نديرو التتمه ديال هاد المرحله، زيد لتحت غادي تبقى لك 6. والفوق غادي نشر عليهم هاد جذر 3، جذر 3 في 1 ها هي، جذر 3 في جذر 3 هي جذر 3 اس 2، بمعنى غادي تعطيك 3.
مزيان. هنا غادي نقدوه اختزلت 3 على جذر 3 شحال كتساوي؟ بحال قلت لك اكس على جذر اكس هي جذر اكس، 6 على جذر 6 هي جذر 6، مليون على جذر مليون هي جذر مليون، 3 على جذر 3 هي جذر 3. دير غير في الآلة الحاسبة غادي تعطيك زائد هاد واحد علاش على جوج. صافي هذا هو الجواب. بغيتي تكتبها بداك الشكل بالضبط غتبدل غير الترتيب. الجمع تبادلي يعني ماشي مشكل. يلا غادي نمسح ونعاودو نتلاقاو. غنشوفو التتمة ديال السؤال، وهنا كاينين عاوتاني شي تلاميذ تلفو ولكن راه سهلة. ركز معايا، لدينا قال لك اسيدي بين لي بأن بي على أ كتساوي هاد التعبير. أنا غادي نبدا من داكشي اللي كنت بين سابقا، زائد واحد زائد جذر ثلاثة على جوج اي. فكر معايا مزيان، عملوا بثلاثة جذر زائد جذر ثلاثة على ثلاثة، ياك هي باش عملوا اوكي، والزاوية هي بي على ثلاثة. اشنو خاصي يبقى لي هنا باش تولي عندي كوس بي على ثلاثة؟ اش من عدد الزاوية ديالو كتساوي كوس بي على ثلاثة؟ هي واحد على جوج. اذا هنا خص تبقى لي واحد على جوج. عندك جوج طرق، يا اما هنا تعمل بواحد على جوج باش يبان لك واحد العامل المشترك، او لا غادي تعمل بهذا ديريكت. عمل ياك، عملوا به حتى انت، عمل به، عمل بهذا القشر هذا اللي عملوا به. ملي كنعملوا كنقسموا، اي حاجه عملتي بها كتقسم عليها الاخرين. زائد حتى هذه غادي تقسمها، داكشي باش كتعمل كتقسم عليه. سد القوس حيت دابا راه عندنا عامل، الا نشرتي غترجع للاولى. يلا زيد نقدو الحساب. كيفاش غادي نقدو الحساب؟ كنديرو مقلوبات، كنديرو مقلوب 3 زائد جذر 3 على 3 عامل. هنا غادي تكون عندك 3 زائد جذر 3 على ايش؟ على 6 ياك، على 6 مضروب في هذيك اللي بالاحمر، ولكن غادي تولي 3 على 3 زائد جذر 3 زائد ديك الاخرى. طيب ممكن نبدا بإي، ممكن هذاك إي اللي كاين في الاخر ممكن نبدا به، نديرو حدا زائد هاد إي جبتو لنا. غادي نديرو عاوتاني مقلوب، ولكن غادي نكتبو هي الاولى واحد زائد جذر 3 على ايش تما؟ على جوج مضروب نفس الشيء. غادي تقلب هذه وغتولي 3 على 3 زائد جذر 3 هي باش عملنا سابقا. يلا دابا غادي نقدو الحساب الاخوان. كيفاش غادي نقدو الحساب؟ بحال هنا مثلا غتختزل ليا هذه مع اختها، غتبقى لي 3 على 6 اللي هي 1 على 2. هذه واضحه اوكي. ديك الاخرى غادي نشوفوا اشنو خصنا بالضبط، اشنو خصنا بالضبط. خاص تبقى لي هنا جذر 3 على 2 باش تعطيك السينيس ديال بي على 3، حيت الزاويه كتبان لي تما هي بي على 3. اذا سهله باش تختازل عاوتاني، من الاحسن تعمل. باش غادي تعمل هنا؟ غادي تعمل بجذر 3 قبل ما نختازلو، مضروب انت ها جذر 3، جذر 3 عامل لي 3 على جذر 3 زائد 1، والفوق راه كاينه 3. شويه بشويه انت راه الا فهمتي غتزرب عليها دغيا. ركز معايا دابا، هاد 3 على جذر 3 شحال كتساوي؟ راه قلنا سابقا هي جذر 3. ما بغيتش ننقز المراحل عفاكا، انتوما ممكن تنقزوهم. 3 على جذر 3 هي جذر 3. يلا اختزل. شنو غادي يبقى لك؟
شنو غادي يبقى ليا الفوق؟ غتبقى لك ثلاثة، والتحت غتبقى لك هاد جوج في جذر ثلاثة. هاد ثلاثة على جذر ثلاثة شحال كتساوي؟ سير كتبها عاوتاني في الآلة الحاسبة، راه غادي يقولوا لك راه كتساوي جذر ثلاثة. ثلاثة على جذر ثلاثة هي جذر ثلاثة، زعما هذيك جذر ثلاثة راه غادي تمشي الفوق، والتحت غادي تبقى لك جوج. إيوا الإخوان الأخبار في راسكم، ولكن غادي نمسح هو الأول عاد نكمل. ملي وصلت لهاد المرحلة شنو غادي نديرو؟ غادي نعوضو كوس ديال بي على ثلاثة هي واحد على جوج، والأخرى هي سينس ديال بي على ثلاثة. هذا كيتسمى الشكل المثلثي. دابا غادي نحولوه على فورم اكسبونونسييل اكسبو اي، والزاويه هي بي على 3. صافي احنا لقينا نفس النتيجه اللي بغاو. اذا غادي نمسح ونعاودو نتلاقاو. اذا غادي نمشيو لا كيستيون بي. هاد لا كيستيون عاوتاني فيها جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى غادي نحددو لا فورم تريغونوميتريك ديال بي، والحاجه الثانيه غادي نبينوا ان بي اس 24 عدد حقيقي، يعني غادي نحسبوا وخصنا نلقاو شي عدد ما فيهش الريحه ديال اي. صافي يلا نجاوبوا بعدا على الشق الاول. باش نجاوب على الشق الاول غادي نعتمد على داكشي اللي كنا لقينا سابقا، اللي هي بي على ا كتساوي 3 زائد جذر 3 على 3 في اكسبونسييل اي بي على 3. هادشي كنا لقيناه سابقا. اشنو كتسمى هاد الكتابه دابا؟ شنو كتسمى هادي؟ كتسمى لا فورم اكسبونونسييل ديال اش؟ ديال بي على ا. اذا انا بغيت لا فورم تريغونوميتريك ديال بي. الا عرفت لا فورم اكسبونونسييل ديال بي صافي راه غادي نستنتج لا فورم تريغونوميتريك. ركزوا معايا شنو غادي ندير. هاد بي نطلعوها لذاك الطرف، يعني غادي اولا ديك ا نطلعوها لذاك الطرف. غادي تعطيك بي كتساوي 3 زائد جذر 3 على 3 نضربها في ا. هي هاد ا هادي شنو درتها بيناتهم؟ حيت بيناتهم الضرب. ممكن نديرها هنا، ممكن نديرها هنا، ممكن نديرها هنا، ماشي مشكل. يلا نديروها في داك الطرف الاخر، ما كاين حتى شي مشكل. نضربها في ا. مزيان. عقلتوا على شنو كنا لقينا في الشكل المثلثي ديال ديك ا؟ راه كنا درناها في اول سؤال، حسبنا ليها المعيار الموديول وحسبنا ليها لارغيمون. اذا كنجاوبوا على لا فورم تريغونوميتريك. الموديول كنا لقينا فيه جذر 6، وديك الزاويه لقينا فيها ناقص بي على 4. نكتبوها، نكتبوها سيدي. يعني غادي تعطيك جذر 6 في الاكسبونونسييل اي ناقص بي على 4. واش واضحه الاخوان؟ نعاود، راه الى عندي لا موديول وعندي لارغيمون، هذا الشيء كيعني انه عندي لا فورم تريغونوميتريك. وملي كتكون عندك لا فورم تريغونوميتريك كتحولها لا فورم اكسبونونسييل. انا عرفت الموديول ديال ا وعرفت لارغيمون ديال ا، اذا ممكن نكتبها على الشكل الاسي. ايا هاد ا ها المعيار ها الزاويه. صافي يلا زيد نقدو الحساب شويه. وكنا نجي لهنا ولا باقي ندير بلاصه تما؟ نجي لهنا. بي كتساوي 3. داك جذر 6 غادي نرجعو لهاد الطرف، نجيبو لهنا، نبدلوهم الاماكن. انا بطبيعة الحال ما كنقصش المراحل، نتوما راه ممكن نقصو المراحل. زيد اخويا زيد. بي هاد جذر 6 ممكن تنشرو، ممكن ستة في ثلاثة شحال؟ هي 18. خليها بحال هكا، ولا بغيتي تحسب ولا تقدر، المهم انت دير اللي عجبك، اللي عجبك ديرو. واضح؟ بالنسبة لهادي وهادي بيناتهم الضرب، إذا غادي نديرو الجمع ديال الأس. هاد الأس زائد داك الأس الآخر. هاد القواعد راه ديجا شفناهم. مثلا ملي كتكون عندك اكسبونسييل ديال ا مضروبه في الاكسبونسييل ديال بي كتساوي اكسبونسييل ديال ا بلس بلس بي.
او لا ممكن دير واحد القضيه اخرى، اذا عندك هنا نقيص ممكن دير المقام بحال بحال اللي يعجبك ديرو، دائما في اطار عبر كما بغيتي مع انوي. هاد القشر هذا نقدوه، ندير الجمع بمعنى بي على 3 ناقص بي على 4، 3 في 4 هي 12، كنديرو توحيد المقام 4 بي ناقص 3 بي يعني بي، بي على 12. إذا بي على 3 ناقص بي على 4 حسبها بالآلة الحاسبة كتعطيك بي على 12، وهذا هو الشكل الأسي ديالاش ديال بي. إوا حولو للشكل المثلثي حيت هما طلبوا منك الشكل المثلثي، يعني ممكن تكتب ليه بحال هكا، الموديل هو هذا. عامل لي كوس بي على 12 زائد اي سينوس بي على 12، صافي راني جاوبت. ديك الساعات عندك الاختيار، بغيتي تختازل وتقد الحساب ديال هاد العدد شغلك هذاك، فرق عليهم المقامات ولا ديك ديك سميتو قاده، المهم دير اللي يعجبك. صافي انا خليتها بحال هكا. اذا هذا هو الشكل المثلثي ديال بي، غادي نمسح ونعاود نتلقاه. اذا دابا غادي نبينوا ان بي اس 24 كتساوي عدد حقيقي. عندي لا فورم تريغونومتريك هو هذا كما قلت لكم الاخوان، ممكن باقي تقد ديك بي. اذا غادي نقول ليه لدينا بي، زيد كاع نختزلو نقدو هذا العدد الا بغيتي، الا بغيتي هاد الا فرقتي عليهم المقامات 3 جذر 6 على 3 هي جذر 6، هي جذر 6 مزيان، زائد جذر 18 شحال كتساوي؟ 18 كتساوي 9 في 2، وديك 9 هي الجذر ديالها هي 3، غتمشي لي بعديك 3 في المقام، اذا غادي تبقى لك جذر 2. هذا في اطار الا بغيتي اختياري. عاد كنكتب داك الاخر، ولكن حنا دابا شنو بغينا؟ بغينا اس 2024، يعني غادي نرفع هذا الطرف باس 2024 وغادي نرفع هذا الطرف حتى هو باس 2000 عفوا 24، صافي حيت 24 اللي عطاونا. اذا هذا كيتسمى الموديول وهذه كتسمى لارغيمون، بمعنى هذا اصلا هو الشكل المثلثي. غادي نستعمل واحد الخاصيه ولا واحد الصيغه كتسمى صيغه موفر، فورميل دو موفر الى عقلتوا عليها. شنو كنديروا في هذه صيغه موفر؟ الموديول كنرفعوه بداك الاس، قاعده 24 عامل، ولكن الزاويه كنضربوها في داك الاس. اذا غادي تكون عندك كوس 24 بي على 12 اي سينوس 24 بي على 12. اشنو غادي دير؟ غادي تختازل باستعمال الاله الحاسبه ديالك، بحال مثلا 24 بي على 12 شحال كتساوي؟ كوس كما قلت 24 هي جوج في 12 بمعنى جوج بي، غتبقى لك جوج بي. سينوس تالك جوج بي، بالنسبة للسينوس جوج بي راه باينة، و كوس جوج بي باينة. مثلا انت ما عقلتيش على ديك الدائرة المثلثية ولا ما عقلتيش على الجدول، شنو غادي دير؟ غتاخد الآلة الحاسبة ديالك، غدير بحالك راه عندك كلشي تما، غدير اسيدي كوس شيفت دو بي، كوس جوج شيفت دو بي شحال كتساوي؟ كتساوي واحد، وكتحطها بلاصتها. الاخرى نفس الشيء، غتحسبها كتساوي زيرو. اذا شحال غادي يبقى ليا في الاخر؟ جذر 6 زائد جذر 2 اس 24، وهذا فعلا كينتمي للاخ. اذا لقينا بان بي اس 24 ان نمبر غيل، غادي نمسح ونعاود نتلاقاو. اذا دابا غادي نمشيو لا كيستيون 3 ا. شنو عطاونا في هاد لا كيستيون هادي؟ عطاونا شي معطيات جداد، قال لك اسيدي نعتبر لا روتاسيون ار دو سونتر او اي دونغل بي سور 6، هاي الدوران ار المركز ديالو النقطة او والزاوية ديالو هي بي على 6. عطاونا عاوتاني هذا المعطى شنو كنقصدوا به؟ بي بريم هي الصورة ديال بي بالدوران ار، عطاونا هذه ا بريم الصورة ديال ا بالدوران ار،
عطاونا هذه ا سكوند الصوره ديال ابريم بالدوره ان ار. اذا حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نجاوبو على هذا السؤال اللي عطاونا. قال لك اسيدي فيريفي، تحقق ان زيد بريم كيساوي هاد العدد هذا في الزيد، ومن بعد غادي نستنتجو ان لارغيمون ديال ابريم كيعطينا ناقص بي على 12. اذا نبداو على بركه الله. مادام انه عطاوك الدوران ار المركز ديالو او والزاويه ديالها هي بي على 6، وعطاوك عاوتاني واحد المعطى راه قال لك ام بريم هي الصوره ديال ام. اوكي، ام بريم الصوره ديال ام. شنو هي ام بريم؟ شنو هو لافيكس ديال ام بريم حسب داكشي اللي عندكم في المعطيات؟ قراو المعطيات. عندك لافيكس ديال ام بريم هي الزيد بريم، ولافيكس ديال ام هي الزيد. انا عرفت واش غادي نخدم بام بريم و ام حيت لي زافيكس ديالهم هي الزيد بريم والزيد، وكتبان لي النتيجه هنا كاينه الزيد بريم وكاينه الزيد، يعني ما غاديش نخدم بهادو، ما غاديش نخدم بهادو. صافي مزيان. دونك اون اف ديك الكتابه واحد الملاحظه عاوتاني، المهم راه الصوره هي ام بريم واللي درنا ليها الصوره هي ام. واحد الملاحظه، ولاو دابا كيعطيونا في المعطيات ما كيقولش لك مثلا ام بريم هي صوره ام بالدوران اغ الذي كذا كذا، لا كيقول لك ليكون الدوران الذي يحول ام الى ام بريم، يحول ام الى ام بريم. الا قال لك يحول ام الى ام بريم، هذه اللي جديده هي اللي كتسمى الصوره. صافي، مثلا الا قال لك الدوران الذي يحول ا الى بي، بمعنى بي هي اللي تخلقت جديده، اذا بي هي الصوره. صافي الاخوان، انتم دابا في المعطيات قال لك الدوران الذي يحول ام الى ام بريم، داكشي علاش عرفت واش ام بريم هي الصوره. هذه كملاحظه باش كلشي يفهم. يلا نديرو ديك العلاقه ديال الدوران، عقلتوا عليها؟ باش كنبداو لافيكس ديال الصوره، شنو هي الصوره؟ هي ام بريم، لافيكس ديالها هو الزيد بريم، ناقص لافيكس ديال المركز. شنو هو المركز في التمرين؟ هو او. ممكن تكتب او صغيره ولا زيد او بحال نكتبو سيدي زيد او، ماشي مشكل. كتساوي اكسبونونسييل ديك الزاويه ديال الدوران، عاوتاني لي ديك النقطه اللي درنا ليها ليماج لافيكس ديالها هو الزيد، عاوتاني ناقص المركز. مزيان، دابا غادي نجي نعوض اللي غيتعوض. مثلا زيد بريم ما نقدروش نعوضوها، ما عطاوهاش لينا. شحال كتساوي زيد او؟ النقطة او هي اصل معلم، اوتوماتيكيا خصني نعرف انها كتساوي 0 زائد 0 اي، يعني مشات هذه، مشات في حالتها بحال عوضتيها بزيرو. اذا شنو غادي يبقى ليا؟ داك الاكسبونونسييل في داك الزيد، عاوتاني الزيد ناقص 0 حيت هذه كتساوي 0 زائد 0 اي. زيد كمل ما تحقرش راسك. داك الاكسبونونسييل ممكن تحولو للشكل الاسي او للشكل المثلثي، شحال كتساوي؟ كوس بي على 6 زائد اي سينوس بي على 6. ايوا غادي تاخذ الاله الحاسبه ديالك الا تنسى عليك داك الجدول، اولا تنسات عليك الدائره المثلثيه، خذ الاله الحاسبه ديالك. شحال كتساوي كوس بي على 6؟ ديرها هنا. عندك اسيدي الزيد بريم كتساوي جذر 3 على 2، والاخرى كتساوي 1 على 2، مضروبه في الزيد. زيد كمل، شنو كتسنى؟ خصنا نوصل داكشي اللي بغاو. شنو غادي ندير باش نوصل لهاد الكتابه؟ كنلاحظ انهم عملوا بواحد على جوج، حتى انا غادي نعمل بواحد على جوج، هاني غادي نعمل بواحد على جوج، غادي نخرج واحد على جوج من القوس. شنو غيبقى لك هنا؟ سي نورمال جذر 3، ها هي الضرب ديال هادو كتعطيك هادي، وهنا الا عملتي بواحد على جوج سي نورمال غتبقى لك اي في داك الزيد، وحنا جاوبنا بكل بساطه. صافي الاخوان، يلا زيد نمشيو للتتمه ديال السؤال. كتبان لي في التتمه ديال السؤال بغاو لارغيمون ديال ابخيم، اذا غادي نخدم فين؟ بهادي، غادي نخدم بهادي اللي فيها ا بريم. اما الا خدمت بهادي فيها ا سكوند غادي تعنكش شويه. هادي ا عندك عرفتي لافيكس ديالها، ا بريم راه غادي تقلب عليها على لارغيمون ديالها. اذا غادي نقول ليه لدينا اغ ديال ا كتساوي ا بريم. ايوا بلاتي عافاك، خصك عاوتاني تفهم واحد القضيه. اشنو معنيت هاد الكتابه دابا؟ معنيتها ان ا بريم هي الصوره ديال ا. اذا عوض لا نكتب انا هاد الكتابه ديال الدوران، نعاود داكشي من الاول، حيت فعلا غادي نكتب غادي نكتب لافيكس ديال هادي اللي هي ا بريم صغيره ناقص عاوتاني المركز اكسبونسي ديال بي ال 6، هادي كنحطو فيها لافيكس ديال ديك النقطه ا صغيره هي ناقص عاوتاني المركز. ولكن انا عوض لندوز من هاد المراحل كاملين غادي نجي لهاد المرحله الاخيره هي اللي غادي نخدم بها،
باش ما نعذبوش ريوسنا. اشنا هي الصوره؟ هي ابريم ياك. الصوره كنحطوها بلاصه زيد بريم، لا في الاول لا في الاخر، حيت الزيد بريم الى عوتي راه كتقاد الحساب غتوصل لهاد. اذا غادي تعطيك ابريم كتساوي 1 على 2 جذر 3 زائد اي بلاصه الزيد شنو كنحطو؟ هذيك اللي درنا ليها الصوره اللي هي ا. واش واضحه الاخوان؟ نتمنى تكون الامور واضحه. دابا سيدي غادي نلبس لارغيمون للطرفين من حقي، هادشي راه شفناه في الدرس. الا لبستي لارغيمون لهاد الطرف توافق لارغيمون ديال داك الطرف. بتردد 2 بي. غنحاولو نصغرو الكتبة شوية باش تقدنا البلاصة هاني. لارغيمون داير بحال اللوغاريتم. مثلا الى عندك اللوغاريتم ديال اف بي، شحال كتساوي اللوغاريتم ديال ا زائد اللوغاريتم ديال بي؟ نفس الشيء بالنسبة لارغيمون. هادي غادي نعتبروها ا، هادي هاد العدد ممكن ترجعو الاصل ديالو، هاد جوج رجع الاصل ديالها باش ما تلفكش. غادي تعطيك ارغيمون ديال 1 على 2 جذر 3 زائد اي زائد لارغيمون ديال ا. شحال كيساوي لارغيمون ديال ا؟ ديجا حددناه في اول سؤال. شحال الاخوان؟ لارغيمون ديال ا كيساوي ناقص بي على 4، ديجا حددتيه في اول سؤال. بقى لي لارغيمون ديال هذا العجب باش تبان لك انت، باش ما نديرهاش ديريكت. ركز معايا، حيت ممكن نديرها ديريكت ولكن كاين اللي ما غاديش يفهم. هذه ممكن نرجعها كما كانت، هي جذر 3 على 2 بحال قلتي نشرت عليهم داك 1 1 على 2 اي، اولا اي 1 على 2 بحال هذيك راه قلنا. المهم من بعد غادي نعوضوها، ارغيمون ديال ا باينه، بمعنى ارغيمون ديال ا بريم شحال كتساوي لارغيمون ديال جذر 3 على 2 زائد اي 1 على 2. عرفتي شنو غادي دير؟ غادي تمشي تقلب على الشكل المثلثي ديال جذر 3 على 2 زائد اي 1 على 2، وديك الزاويه هي لارغيمون. ولكن انا علاش غادي نعذب راسي؟ ياك هاد جذر 3 على 2 زائد اي 1 على 2 هي هاد الاكسبونونسيال فين هي؟ هي هاد الاكسبونونسيال، هاد الاكسبونونسيال. عقلتوا فاش حولناه للكوس وحولنا عاوتاني لهكا وحولنا لهكا؟ يعني هادي دابا اللي كندويو عليها، الا حولتها للشكل الاسي شنو هي الزاويه؟ هي بي على 6 بلا ما نديرها في بوحدها صافي. اذا هذه مباشره كتعوضها بي على 6. والاخرى قلنا، بالنسبه للاخرى قلنا سيدي هي ناقص بي على 4، دائما بترديد دو بي، بترديد دو بي. اذا الى وحدنا المقامات، الى وحدنا المقامات شحال غادي تساوي؟ غادي تعطيك سيدي 24 حيت 6 في 4 هي 24. هنا غادي تعطيك 4 4 بي ناقص 6 بي هي ناقص 2 بي على 24. ناقص 2 بي على 24 شحال كتساوي؟ هي ناقص بي على 12. اذا غادي نكتبوها قدامها حيت ما عنديش البلاصه. صافي مزيان، انا غادي نكتبها بهذا اللون هذا. اذا ارغيمون ديال ابريم توافق، كنديروا ثلاثه الشرطات، شحال هذا العجب؟ ديرها في الاله الحاسبه، غادي تعطيك ناقص بي على 12، وما تنساش ديك بترديد دو بي. اذا هذا هو الجواب ديال هذا السؤال. غادي نمسح ونمشيو للاسئله المواليه. دابا غادي نمشيو للسؤال بي. ركزوا معايا في السؤال بي، قال لك اسيدي مونطري كو لا فيكس ديال ا سكوند اللي هي ا سكوند صغيره كتساوي جذر 6 في الاكسبونسيال ديال اي بي على 12. من بعد غادي نستنتجوا ان ثلاثه النقاط سون اليني يعني مستقيميه. نبينوا بعدا ديك لابارتي الاولى. عقلتوا فاش لقينا ديك العلاقه ديال الدوران اغ ديال ام؟ غادي نعاودها هناياك باش تبان لنا. تكافئ ماذا؟ عقلتو على المركز هو او، يعني بلا ما نبينوه كتعطيك زيد بخيم كتساوي زيد في الاكسبونونسيل، اولا الاكسبونونسيل في الزيد بحال اكسبونونسيل اي بي على 6 في الزيد. مفهوم الاخوان؟ يعني في المرحله الاولى فاش كنت حددت الزيد بريم بدلاله الزيد، كنت بديت بهكا حيت ديك الزيد او، الزيد او حيت كتساوي زيرو. اذا انا بغيتها بهذا الشكل، هذه اللي محتاج انا دابا حاليا، هذه العلاقه اللي محتاج.
يعني الا عرفت الصوره وعرفت النقطه صافي راه غادي نكتبها بهذا الشكل. بهذا الشكل هنا كتكون لافيكس ديال الصوره وهنا كتكون لافيكس ديال النقطه. اذا حنا بغينا اسوكوند غادي نخدم بديك العلاقه ديال اسوكوند هذه اللي فيها اسوكوند. اذا اون ال ديال ابخيم كتساوي اسوكوند. شنو كتعني الا بغيت نكتبها بديك الكتابه المركز او وداك الشيء كامل ديال الدوران؟ غادي نكتبها بهذا الشكل. اذا شنو هي الصوره؟ هي هذه. اذا لافيكس ديال غير تحط بلاصه زيد بخيم اكسبونونسييل حيت الدوران المركز ديالو هي بي 6 بلاصه زيد كنحطو ابخيم. صافي واضح واضح يعني بلا ما نحسبها خليها بحال هكا. انا دابا الا بغيت نحسب غيكون صعيب. ما عنديش ابخيم ما عنديش في المعطيات عندي ا وعندي بي. اذا غادي ندير واحد اللعيبه. شنو هي هاد اللعيبه؟ ركز معايا عافاك. هذيك ابريم غادي نبدلها البلاصه مع الاكسبونونسييل. والو من هنا لهنا ما درت والو. اوكي شحال كيساوي الشكل الاسي ديال ابخيم؟ الا بغينا مثلا حنا نكتبوا الشكل الاسي ديال ابخيم كيفاش كنديروا ليه؟ كنكتبوا الموديل في الاكسبونسيل اي تيتا زعما ديك الزاويه اللي هي لارغيمون. واش عندنا ار؟ واش عندنا الموديل ديال ابخيم في شي سؤال اللي قبل؟ لا ما عندناش، ولكن الرمز ديالو غادي نعرفوا. الرمز ديال الموديل هو القيمه المطلقه ديال ابخيم هي هذه. والزاويه واش عرفتها؟ هي ناقص بي على 12. تقول لي منين جبتيها؟ السؤال اللي قبل كنا حددنا ان لارغيمون ديال ابخيم هي ناقص بي على 12. سيرو نرجعوا لذاك السؤال. اما بالنسبه للموديل ما عرفتش الله يعلم ما عرفتش شحال كيساوي. راه نعوضوها بلاصتها دونك تكافي. دائما راه كنكمل على الجواب ديالي. ابخيم ها هو الشكل الاسي ديالها غادي نحطو بلاصتو. الموديل ديال ابخيم في الاكسبونونسيل او في الاكسبونونسيل بعدا عاد في داك الاكسبونونسيل اللي كاين هنا هذا. يعني كنحاول ندير شويه بشويه باش ما نزبش. صافي حتى لهنا كلشي واضح مزيان. نقادو هادو غادي نحسبهم بالاله الحاسبه. كيفاش غادي نديرو داك الاكسبونونسيل؟ كنديرو الجمع ديال الاس حيت اكسبونونسيل في الاكسبونونسيل كنديرو الاس زائد الاس. الا درنا سيدي الجمع ديال الاس المهم المقام الواحد هو 12 يعني غنضرب هنا في جوج هنا في جوج غتكون عندك جوج بي هاد ناقص يعني جوج بي ناقص بي هي بي على 12. بي على 12 اكسبو بي على 12 مزيان. هاد لابارتي بعدا لقيتها بقات لي ديك جذر 6. كيفاش غادي نلقى ديك جذر 6؟ يلا ركزوا عاوتاني معايا باش تفهم. لدينا نقول ليه مثلا هنا كار لان باش غادي نخدم هذيك الوسطانيه. ديك الوسطانيه اغ ديال ا كتساوي ابريم. ماذا يعني هذا؟ فين هي الصوره؟ هي ابريم. اذا الصوره هي اللي غادي تحط بلاصه زيد بريم في ديك العلاقه. غادي تكون عندك ابريم كتساوي اكسبونونسييل اي بي على 6 نضربها في لافيكس ديال ا. واضحه الاخوان؟ هاي العلاقه العامه غير هو داك الزيت او ما كنبينوش. صافي يعني ممكن مثلا تحسبها بهذا الشكل هذا. كيفاش غنحسب المعيار ديال هذا الطرف كيساوي المعيار ديال داك الطرف الاخر؟ وحنا كنعرفوا واحد الخاصيه ديال الموديل شنو هي؟ كنفرقوا عليهم الى كاين الضرب. يعني الموديل ديال اكسبو بي على 6 مضروبه في الموديل ديال ا. يعني بلاتي باش نتفقوا على واحد الحاجه. شنو هو بعد الموديل ديال ا؟ هو جذر 6. منين جبتو؟ في السؤال الاول. هو اول سؤال القيمه المطلقه ديال ا كتساوي جذر 6. ولكن دابا بقات لي القيمه المطلقه ديال هذا شحال غادي تساوي؟ انا حطيت بلاصه مثلا انا اعطيتك واحد الشكل الاسي
شحال كيساوي المعيار ديالو؟ راه الشكل الاسره كيبان لك المعيار بالعين المجرده، المعيار هو داك العدد اللي كيكون ضروب في الاكسبونونسيال، بمعنى واحد واحد. ما بغيتيش تحسبها بهذه الطريقه، غادي تحول داك الاكسبونونسيال لهكا، كتعطيك كوس بي على 6 زائد اي سينس بي على 6. صافي كتحسب الموديل، اولا قبل كاع ما تحسبها غادي تعطيك هذه جذر 3 على 2 اي 1 على 2 كتحسبها. يلا يلا حسبنا دابا الموديل، زعما المعيار ديال هادي، المعيار ديال هادي غادي تاخذ لا بارتي ريال على بويسونس 2. شايف الوسخ كنديرو دابا في الوسخ على بويسونس 2، هادي كتعطيك 3 على 4، الاخرى كتعطيك 1 على 4 الجذر ديالهم، والجذر ديال 1 هي نيت 1. اذا هادي كتعطيك 1 وهادي كتعطيك جذر 6، بمعنى جذر 6. وكتعطيه التعليل لان كار كار انت كمل. الموديل ديال ابريم كتعطيك هادي راه قلنا 1 وديك الاخرى راه قلنا جذر 6، ايوا اللي كتساوي جذر 6، بحال عطيتي واحد التعليل. نتمنى تفهموا الاخوان، غادي نمسح ونعاودوا نكملوا على السؤال قبل ما نمشيو لسؤال اخر. دابا غادي نمشيو للاستنتاج. صراحه بالنسبه لهذا الاستنتاج كاينين تقريبا شي 4 ديال الطرق، غادي نعطيكم طريقه من هاد الطرق هادو. كاين اللي غادي يحسب ديريكت، حيت عندنا مثلا اللي كيقول لك بين ان ثلاثه النقاط مستقيمه، كتحسب واحد التعبير واحد لافيكس ديال واحد النقطه كيتعاود جوج مرات، صافي ماشي مشكل. ولكن انا بانت لي واحد الطريقه اخرى، عقلت على هذا القناع وهذا نيت القناع في هذا السؤال، وهذه في القناع في السؤال اللي قبل. اذا هذه ديال بي وهذه ديال ابخيم، خاصني او. شنو هو لافيكس ديال او؟ لافيكس ديال او هو زيرو زيرو، يعني سواء بينتي ولا ما بينتيش ماشي مشكل. انا غادي ندير كما قلت واحد الطريقه، كيبان لي هنا واحد الاكسبونونسيال وكيبان لي هنا الاكسبونونسيال بحال بحال، اذا غادي نعزلهم، غادي نشوف شحال كيساوي في هذه الحاله وشحال كيساوي في هذه الحاله. اذا لدينا في النظر ديالكم شحال غادي يساوي اكسبونونسيال ديال بي على 12 في هذه الحاله الاولى؟ شنو غادي ندير؟ غادي نزل هذا الجذر 6 لتحت، يعني غادي تعطيك ا سوكوند على جذر 6. واش واضحه الاخوان؟ نزلت جذر 6 لتحت. زيد نشوفوا ديك الاخرى، الا بغيت الاكسبونونسيال ديال اي بي على 12 شحال غادي تساوي؟ غادي تساوي بي على هذا العدد، حيت هذا غادي يمشي للمقام باش تبقى لي اكسبونونسيال، يعني شي حوايج عاديين. هنا عندك اكسبو كيساوي، اكسبو كيساوي ماذا نستنتج؟ الو كنستنتجو ان ا سكوند على جذر 6 كتساوي ديك الاخرى اللي هي بي، سي نورمال حيت بجوجهم كيساويو الاكسبو ديال اي بي على 12، صافي. يعني هادي كتساوي هذيك النتيجه الاخرى، شي حاجه منطقيه. من بعد اشنو غادي ندير؟ غادي ندير جداء الطرفين في جداء الوسطين، اولا واحد اللعيبه، هاد بي غادي نجيبو للمقام، حيت كاين في البسط الا جبتي لهاد الطرف غيجي للمقام، وهاد المقام غيمشي للفوق، يعني بحال هكا تبدليهم الاماكن، سواء بدلتي هادو ولا بدلتي هادو ما كاين حتى شي مشكل. اذا غادي تعطينا يلا زيد عندك ا سكوند على بي، غادي تجي للمقام، كاينه في داك الطرف ممكن تجيبها لهاد الطرف ولكن غادي تمشي للمقام، وهادي كاينه في المقام ديها لذاك الطرف غادي تمشي للبسط. شنو قلنا على خاصني باقي لافيكس ديال او؟ لافيكس ديال او هي نيت زيرو، اذا او صغيره، لافيكس ديال او هي او صغيره. ملي كيعطينا هاد التعبير، ملي عطانا واحد العدد كينتمي للاغ، ماذا يعني ذلك؟ يعني ان هاد النقاط اللي لافيكس ديالهم كيبانوا لكم قدامكم مستقيمه، ديما لافيكس ديال واحد النقطه راه كيتعاود جوج مرات. الوغ اولا دونك او
اي اسوغوند اي بي مستقيميه. علاش؟ حيت عندنا واحد الخاصيه ملي ديال التعبير كيساوي عدد حقيقي، هذا كيتسمى عدد حقيقي، يعني النقط مستقيميه. اذا هذه هي الطريقه اللي شرحت لكم، وكاينين طرق اخرين. كاين مثلا غادي يحسب ديريكت، غادي يمشي مثلا يحسب ا سكوند على بي، راه غادي تعطيه بحال هكا نيت، راه عندك ا سكوند شحال غادي تساوي، غادي تجيب جذر لهنا، وديك الاخرى بي غادي تجيب داك المقام لهنا، يعني كتعوض وكتختزل وكتقد باش تعطيك هذه اللي هو عدد حقيقي. غادي نمسح ونعاود نتلاقاو. اذا غادي نمشيو لا كيسيون سي، شنو عطاونا هنا؟ قال لك مونطري كو بي بريم لا فيكس دي بوان بي بريم فيريفي كو بي بريم كتساوي. دونك بالعربيه قال لك بين لي بان هاد بي بريم اللي هي اللاحق ديال النقطه بي بريم كتحقق لي هاد العلاقه. هاد العلاقه ماشي قال لك مونطري كو بي بريم هي لا فيكس ديال بي بريم، لا، حيت شي وحدين شافوا هاد المونطري كيحسب لهم واش هذا سؤال في الاول، لا، قال لك بين لي بان هاد بي بريم كتحقق لي هاد العلاقه بحيث بي بريم هي لا فيكس ديال النقطه بي بريم. يلا كلشي ركز معايا. لدينا باش غادي نخدم هادي سي نورمال، هادي عقلتوا على ديك العلاقه الاخوان فين هي بعدا الصوره؟ هي بي بريم هي اللي غادي تكون بلاصه زيد بريم. اذا غادي تكون عندك بي بريم كتساوي اكسبونونسييل بي على 6 في بي، بي صغيره الى عقلتوا عليها، حيت زيد او ما كنبينوش، اولا لافيكس ديال او ما كنبينوش اللي هو السونتر، حيت كيساوي زيرو. مزيان، هذيك بي غادي نعوضوها، ديجا لقينا لا فورم تريغونوميتريك ديالها. راه كتبت هنا جذر جوج اولا جذر ستة زائد جذر جوج بحال بحال في الاكسبونونسيال اي بي على 12. صافي راه غير عوض ديك بي. من بعد اشنو غادي ندير؟ غادي نقد هاد الاكسبونونسيال وداك الاكسبونونسيال، غادي نبدل لهم الاماكن، غادي نبدل لهم الاماكن، اولا سير نبدل الاماكن ماشي مشكل، كاين عاوتاني بزاف ديال الطرق. اكسبو بي على 6 ضربه في الاكسبو بي على 12، مادام انه كاين بيناتهم الضرب بين دوك الاكسبونونسيلات غنديرو الجمع ديال اس. ناخذ الاله الحاسبه باش نحسبوها ديريكت، من حق تخدم الاله الحاسبه في الوطن بطبيعه الحال. عندك اسيدي بي على 6 ياك زائد بي على 12، باش ما ديرش شي خطا في الحساب من الاحسن تستعمل الاله الحاسبه ديالك، كتعطينا بي على 4. بي على 4 ها انت، يلا حبس بلاتي. شوف شنو بغاو، بغاو تما اباغ، انا عندي ا، عقلتوا على الشكل الاسي ديال ا، كنا لقينا الموديل هو جذر 6 وكنا لقينا الزاويه هي ناقص بي على 4. غنكتبها لكم في هذا الفوق هذا باش تبان الموديل ديال هادي، كنا لقينا فيها جذر 6، يعني لا عندك الموديل ولا ارغمون ممكن تكتبها بشكل الاسي. صافي، اول سؤال سيروا الاول سؤال جاوبنا عليه. مزيان، اذا انا خصني نخرج هذيك جذر 6 خص تكون حدا هاد الاكسبونونسيال، شنو غادي ندير؟ قبل بعدا، قبل باش نشرح لكم واحد الفكره اخرى، اشنا هو الشكل الاسي ديال باغ زعما المرافق؟ نفس الموديل ولكن الزاويه كتبدل لها الاشاره، يعني غادي تولي بي على 4. اذا انا الى عندي هاد جذر 6 في الاكسبو ديال اي بي على 4 راه هي نيت اباغ، حيت عرفت ديال ا غادي نستنتج ديال اباغ، خاصه غير ديك الجذر. سي نورمال غادي نضرب ونقسم. غنضربو في جذر 6 حيت جذر 6 اللي خاصني هنا. ورا غادي نقسم على جذر 6. ورا سير دابا عوض. هادي غتخليها بوحدها هاد العدد
وهذه شحال كتساوي؟ هي اباغ. راه قلنا في ديك السبوره، شرحت لكم زعما في ديك السبوره، انت قول لي لان دابا هذا العدد خصني نبينو كيساوي 3 زائد جذر 3 على 3، يعني خصك تلعب عليه تقدو. اول حاجه غادي نعمل بجذر 2 باش نختزلوها، غتعطيك هنا 1 زائد الى حيدتي جذر 2 من جذر 6 غتبقى لك جذر 3، ونشر غادي ترجع ليها. جذر 2 الى تختزلت ليا مع جذر 6 شحال غادي يبقى لك لتحت؟ حيت هاد جذر 6 كتساوي جذر 2 في جذر 3، اذا جذر 2 مع جذر 2 غتختزل. غتبقى ليا جذر 3. اوكي، في اباغ. يلا غادي نمسح هاد السبوره ونعاود نتلقى. دابا غادي نديرو اخر خطوه، خاصني ديك 3 في المقام. انا عندي جذر 3، شحال فاش غادي نضرب جذر 3 باش تولي 3؟ غنضربوها في جذر 3. اذا حتى الفوق غادي نضربو في جذر 3. هانا سيدي ضربت في جذر 3، وداك البسط حتى هو غادي نضربوه في جذر 3. سير دابا قد ليا الحساب شحال غيعطيك داك القشر الفوقاني. 12 جذر 3، جذر 3 في جذر 3 هي زائد 3، ايوا لتحت راه كتساوي 3 ابا، وحنا لقينا. نعاود لكم الخاصيه ديال الشكل الاسي ديال عدد عقاري والمرافق ديالو، غنكتبها لكم في هذه البلاصه. مثلا انا عندي الزيت كيساوي اغ في الاكسبو ديال اي تيتا، شحال كيساوي الشكل الاسي ديال الزيت بار؟ هي نيت اغ، كيكون عندهم نفس الموديل ولكن الزاويه هي اللي كتبدل ليها الاشاره. الا كانت ناقص راه غادي تولي هنا زائد، الا كانت زائد غادي تولي ناقص. حنا كنعرفوا الشكل الاسي ديال ا ديال ا حيت عندي الموديل وعندي لارغيمون، ها هو كتبته، ولكن استنتجت في نفس الوقت المعيار او المرافق. اذا نفس المعيار نفس الموديل، ولكن الزاويه كانت في الاول ناقص بي على 4 ولات بي على 4. داكشي علاش بالضبط فكرت نضرب في جذر 6 باش هادي نعوضوها بابار، حيت هما بغاو ابار. ها هي قدامكم هادي كتساوي ابار كما شفتوا في ديك السبوره. نمسح ونعاود نتلقاو. دابا غادي نمشيو لاخر سؤال في التمرين ديال لي نمبر كومبلكس، وهذا السؤال هذا كيقول لنا يستنتج ان او ا بي بريم مثلث قائم الزاويه في او. اذا هنا ملي قال لك ايتان تريونجل ريكتونجل او بوان او، بمعنى لا فيكس ديال او راه غادي تعاود لينا جوج مرات، يعني غادي تحسب واحد التعبير ولا فيكس ديال داك الراس او النقطه او غادي تعاود لك جوج مرات. حنا غادي ندير واحد الطريقه، غادي نعتمدوا على داك السؤال اللي قبل. شنو هو داك السؤال اللي قبل؟ اون كنا لقينا 3 زائد جذر 3 ولا بي بريم كتساوي 3 زائد جذر 3 على 3 ابار. هادشي اللي كنا لقيناه في السؤال اللي كنا جاوبنا عليه قبل. بمعنى نمشيو شويه بشويه، هاد اباغ هاد اباغ هادي، او لا بمعنى اخر اشنو غادي ندير؟ غادي نقسم الطرفين على ا، غادي نقسم الطرفين على ا، وغادي نقول لك علاش. غنقسم هاد الطرف على ا، وغادي نقسم هاد الطرف حتى هو على ا. انا قسمت على ا صافي، يعني الا درت واحد الكسر كامل هذه كامله على ا، داك ا جريته لتحت ديال اباغ. اوكي علاش؟ ها انتم حيت عندك هنا بي بريم ناقص او، لا فيكس ديال النقطه او، وعندك ا ناقص او باش نلقى دوك ثلاثه النقط اللي كندويو عليهم في المثلات، حيت خاصني لا فيكس ديال او ولا فيكس ديال ا ولا فيكس ديال بي بريم. هيا او كتعاود لي جوج مرات، شحال كيساوي داك العجب؟ كيساوي داك التعبير اللي من لهنا. اذا خاصني نحسب اولا نحدد الشكل المثلثي ديال هذا التعبير، هذا هو اللي غادي يعطيني فكره واش فعلا المثلث قائم الزاويه ولا لا. يعني خصك تلقى الشكل المثلثي و لارغيمون خصك تلقى فيها بي على جوج ولا ناقص بي على جوج. اما بالنسبه للموديل ما كيهمنيش، يكون، حيت الا كان الموديل واحد راه غيكون قائم الزاويه متساوي الساقين. الا كان الموديل كيخالف واحد والزاويه بي على جوج ولا ناقص بي على جوج راه كيتسمى
قائمة الزاوية. يلا نقدو الحساب. بي بريم ناقص او، راه كاينين عاوتاني بزاف ديال الطرق الاخوان بزاف هذا السؤال عاوتاني. المهم غادي اول حاجه كنعرف الشكل المثلثي ديال اولا الشكل الاسي ديال ا ياك وديال ا. نبداو بديال ا، كنا لقينا في الموديول 6 والزاويه بي على ناقص بي على 4 وقيلا الا عقلت ناقص بي على 4 ناقص بي على 4 غادي نتاكد منها الاخوان راه كنا ديجا صافي غتكون ناقص حيت كاين هنا ناقص صافي. ولكن المرافق ديالو اباغ شنو هو الشكل الاسي ديالو؟ اصلا عطيتو لكم في السؤال اللي قبل، كنبدلو غير الاشاره اللي حدا الزاويه غتولي بي على 4 مزيان سير كمل هاد او زدناها حيت كتساوي اصلا زيرو. ما تقولش لي ما عرفتيش كيفاش تحسب هادو، هاد القشرة هادا غادي تختزل بعدا. ليكسبونونسيال على اكسبونونسيال يعني الاس ناقص الاس، الاس الفوقاني ناقص الاس التحتاني. شحال كيساوي داك التقاشر؟ حنا غاديين شويه بشويه. الى حسبتي اله حاسبه. المهم عندهم نفس المقام، غيكون زائد بيناتهم يعني غتعطيك جوج بي على 4 جوج بي اي على 4 بمعنى بي على 2. اييه بي على 2. حول هذيك الشكل المثلثي الاكسبونونسيال ممكن تكتبوها بهذا الشكل. اشنو معنيت هذا العجب؟ شنو معنيتو؟ معنيتو هذا لقيت لا فورم تريغونوميتريك ديالو، فين هو الموديل؟ هو هذا العدد، وفين هي الزاويه؟ هي بي على 2. اذا اوتوماتيكيا غادي يكون قائم الزاويه حيت لقيت بي على 2. المعيار الموديل كل لقيت فيه واحد غادي نقول قائم الزاويه متساوي الساقين، ولكن الموديل كيخالف واحد. اذا انت ممكن تكتبها بهذا الشكل، تقول ليه بما ان كنكتبوها بهذا الشكل قبل ما نعطيو طبيعه المثلث. الموديل بحال كتفصلو كيساوي 3 زائد جذر 3 على 3 ولارغيمون ديالو كتعطينا بي على 2. اذا كتقول لي طبيعه المثلث مالها قائم الزاويه ريكتانجل المثلث او ا بي بريم، باش نحترمو نفس الترتيب اي ريكتانجل. في او نهار ما بقاتش ليها براسها باش نقول ليه وبالتالي فان المثلث او لا او ا بي بريم ايتان تريونجل ريكتانجل او بوان او، ما عنديش البلاصه نتوما راه تكتبوها كامله صافي. اذا نتمنى تستافدوا من هذا التصحيح ديال هذا التمرين هذا، غادي نمسح باش نمشيو لتمارين اخرى الهندسه الفضائيه والداله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه، جميع الحقوق محفوظه لدى قناه.